أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم، الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. لقد أدى التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى وفرة المعلومات في كافة مجالاتها، وبذلك تلاشت المسافة ما بين المعلومات والمعلم، الأمر الذي جعل بحاجة ماسة إلى تطوير أساليب التعليم والتعلم ومهاراتها للوصول بالمتعلم إلى اكتساب المعلومات ذاتيا. فقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية طفرة كبيرة في المستحدثات التكنولوجية المرتبطة بالتعليم، فمن التعليم القائم على الكمبيوتر إلى المستخدم للإنترنت في العملية التعليمية، ومنها إلى التعلم الإلكتروني. فنتج عن ذلك ظهور ما يسمى بالمنصات التعليمية، وبذلك نجد أن المنصات التعليمية دورا في إكساب المتعلمين المهارات المعلوماتية اللازمة من أجل التعلم الذاتي وتنمية التفكير الإبداعي، وجعل المتعلم أكثر تحكما في العملية التعليمية وإدارة الوقت. ومن الأسباب الموضوعية توجهت مدرسة تبارك الخاصة في توظيف المنصة التعليمية، وأن التكنولوجيا المعلومات لها القدرة على إيصال المعلومات بطريقة سلسة ومنظمة، فأصبح من الضروري لمدرسة تبارك الخاصة دمج مجالات التكنولوجيا في المناهج التعليمية لتواكب التحديات المحيطة بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.